من بيروت معي سيمون ابو فاضل الكاتب والصحفي السياسي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد سيمون. يعني هذه الدعوه من الامين العام للامم المتحده برايك ممكن ان تغير في الوقت الراهن مع كل ما يحدث من جبهات على حزب الله وخاصه ما حدث باليومين الاخيرين؟ هل ممكن ان تلقى صدى او مشهدا مغايرا على الارض؟ الدعوه يعني ان تتحول القوى العسكريه الى قوى سياسيه، يعني أريد أن أستوضح السؤال، أي دعوة تحديدا؟ دعوة غوتيريز عندما حذر لبنان من سلاح الحزب ومن مساعدات إيران. طبعا هذا الموضوع ليس ابن الساعة، هو تحذير مستمر، لأنه تفاقم في المدة الأخيرة على واقع الزيارات يعني التي أقدم عليها بعض قادة ميليشيات حليفة لإيران إلى جنوب لبنان. من هنا حذر لاعتبار هذا الموضوع يؤدي الى تفاقم الوضع، ويعني يجعل اسرائيل تتخذ من ذلك ذريعه لتجد ان لبنان هو منصه تهددها باستمرار. كان يعني الموضوع الذي كنت سالتك عنه في البدايه انه قال انه يجب تحويل هذه المجموعات الى احزاب سياسيه، هذا غير ممكن في الوقت الحاضر. نحن اليوم أمام تحديات مرحلة جديدة، أن إيران ستشعر أنها تم اقتلاعها من سوريا، ولذلك بعد الأموال التي تكبدتها والخسائر البشرية التي دفعتها، تسعى إيران لتعزيز حضورها أكثر في سوريا، وطبعا تقوية حضورها في لبنان. هنا أنه لن يكون هنالك تجاوب مع دعوة غوتيريس، إنما نحن اليوم قد نكون أمام مواجهات متعددة. لذلك هو دق ناقوس الخطر، لأن ما يحصل هو يؤدي إلى تهديد الدولة، باعتبار أن حزب الله هو أقوى من الدولة في وقت يجب على الجيش اللبناني أن يكون هو حامي. من هنا هو يكرر ما تقوله جامعة الدول العربية، ما تقول عدة دول الغربية، بأن لبنان أمام التحول إلى ساحة لصراع المنطقة. صحيح. طيب سيد سيمون، اليوم في نقاط عديدة وملف إيران متشعب جدا بأوروبا والصين وروسيا بعد إلغاء الولايات المتحدة الاتفاق النووي مع إيران، تعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة، هذا من ضمن النقاط. كيف سيكون انعكاس هذا بالتزامن أيضا مع دعوة غوتيريز اليوم على لبنان؟ إيران يعني تقود مشروع استراتيجي منذ انطلاق الثورة الإسلامية، لذلك يعني الأموال التي ستقدم إليها من أي جهة كانت لن تدعها تغير في استراتيجيتها. هذه استراتيجية دينية، هذه استراتيجية عقائدية، لذلك إيران لن تتراجع، ستستمر في فرض نفوذها وتوسعها في أرض الإقليم العربي. من هنا هذه هي عملية حماية المصالح من قبل بعض الدول الغربية التي بدأت تستثمر في إيران، تريد أن تحمي مصالحها وحماية شركاتها، تدخلت إلى السوق الإيراني منذ توقيع الاتفاق النووي معها. لذلك أنها ليست وسائل رادعة، أنها وسائل محفزة، لأن إيران لا تتوقف أمام هذا الواقع. عاشت مراحل اقتصادية صعبة أبان الحصار، واستمرت في دعم حزب الله ودول أخرى، رغم ما سمعنا من أصوات داخلية في إيران تحتج، رغم ما رأينا من مظاهرات تشكو من الوضع الاقتصادي، إلا إيران استمرت في دعم مشروعها التمدد. أنا أشكرك من بيروت سيد سيمون أبو فاضل الكاتب والصحفي السياسي.